زرنا مجموعة من القرى، زرنا مجموعة من المداشر، شرحنا البرنامج ديال الحزب. كان تفاعل وكان انسجام كبير بين المواطنين وبين الناس اللي جاوهم ديال الحزب. فكنت سعيد أن نكون من هادو كرئيس فيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين. وهذا التجاوب الناس كانت كتقول دائما في الحملة، حنا علينا، حنا بغيناكم. فالنتائج يعني تبعتوا على التفاعل ان شاء الله. شنو التوقعات ديالكم سي سعيد؟ وما نقدرش نقول لك المحاضر وفي المدن وفي سميتو كيوصلوا، ولكن اتوقع انه انطلاقا من الحمله وكيفاش دازت وكيفاش عشناها في هذه الايام، استشيروا خيرا ان شاء الله. بزاف ديال الفنانين اصدقاء ديالكم دعموكم بدخولكم للغمار ديال الانتخابات، شنو الرساله اللي ممكن توجه لهم اليوم؟ كنشكر جميع الفنانين اللي تفاعلوا معنا كفنانين، واللي امنوا بانه يجب ان لا نكون في كرسي الفريق. خصنا حتى حنا يكون عندنا موقع في هذه البلاد. كفانا هذه 10 سنين من التهميش، 10 سنين من الثقافه مغيبه في الحكومه. ان الاوان اننا نقولوا شي حاجه للناس، واننا الفنانين اللي ساندونا كنقول لهم بانه خير وامان ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.